رجعنا لكم مره تانية ومعايا القيصر حسني يا عبد ربه. هنلعب بيست اوف فايف. ماشي. ها؟ بس اقول لك على حاجه. انا جامد في اللعبه عشان تضحك على الناس. إيه؟ اول حاجه لازم تيجي هنا نغير الملعب. لا يا عم هنقعد نغير الملعب. لا 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 هو انا هنا. انت بتصطاد الناس على مزاجك. طب ماشي براحتك. يعني انا جامد والله في اللعبه. هتلعب من كام؟ خمسه بيست اوف فايف. انت جامد؟ والله جامد. ماشي خليك تكسب. يلا. ايوه. العب يا حبيبي. ايوه. بص الحته دي والله العظيم يا ابني مفيش حاجه اهو. ماشي يلا انت. هي نفس الترابيزه. ماشي. انا جامد. يلا طب يا عم. واحد واحد. يلا برافو يا حسن. جدع. هات. اتنين اتنين واحد. ماشي يا عم حسن. انت ايه ده؟ في ايه كده؟ ايوه ايوه حسن. ما تخش يا ابن اللذينه. 3 2 حلو. لمين؟ 3 2 ليك. بحسب. يلا يس. انت اللذينة. تكسب دي خلاص. تكسب النقطة دي خلاص. أكيد هكسبك. أنت بتهزر. لا يا ابني يا ابني. أي أي معلش يا جماعة معلش. أول واحد يكسبك ولا إيه؟ أيوه عمرو زكي ما عندوش فكرة. طيب حبيبي أمير هنلعب. ده لعبتي دي على فكرة. دي بتجيب من الاخر اي حاجه. بس خلي بالك التيك بول دي جميله هارد. على فكره كل الفرق. مش عايزك تزعل بس. لا مش زعلان. انت عارف انا قلبي كل الفرق في اوروبا بتجيب التيك بول دي. وعلى فكره في فرق في السادة. انا هكذا في فرق في مصر. يوم الاحد انت قايل لي في ماتش يوم الاحد. لا لا في فرق كتير في مصر على فكره ابتدوا يجيبوا التيك بول دي واللعيبه بتلعب. لان مهم ان انت تخلق اتموسفير او تخلق جو حلو. بطل الكوره انت محتاج حاجه فاني تفوقك وفي نفس الوقت بتجيب لك فيتنس كويس. لا كمان يعني في 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 في, في الانديه في انديه كتير دلوقتي جايباها. يعني الجونه جايبينها. حسام غالي جايبها. سنس لعيبه. بس حسام غالي ما بيلعبش حد. حسام غالي لوحده بيلعب كده ويروح رايح كده. طيب هنلعب الدارتس بتاعتنا زي ما اتفقنا. لو جبت الابيض سؤال سهل. اسود سؤال صعب. احمر سؤال وسط ميديوم. والاخضر انت اللي تسالني. الاخضر انا اسالك. يلا اتكلنا على الله. ابيض. يس. ماشي. يا رب يكون سهل بس اضحك عليا. ما هي المباراه التي لن تنساها طول حياتك؟ طوال حياتك. انيمبا 2003 في اسماعيليه وكانت بالنهائي. عمري ما انساها طبعا. كان حلم. الناس كلها كانت بتحتفل قبل المباراه واحنا كلنا كنا حاسين ان احنا هنكسب. فكان نفسي ابقى سبب فرحه نادي الاسماعيلي في اليوم دوت. لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. طيب يبقى اهم مباراه ما ينساهاش مباراه انيم. بلعب تاني يلا. ماشي اختار الاصفر ربنا. الفيديو هو حسن تعالى. لا ده الاهلي النهارده على فكره. ده الجون بتاعك من الاهلي 17 سنه. من 17 سنه الحضري يعني كان كويس قوي في الجون. هو الشورت فاهم. لا بس الجون ده ميدو غريب. يعني انت بتتكلم في ثلاث عرض. يعني بتتكلم رحمه الله عليه طبعا. يعني الكابتن حمد امام هو اللي كان بيعلق المباراه دي. الله يرحمه. فالذكريات الحلوه اللي انا كنت احب اسمع صوته طبعا. وكمان من الناس اللي فاهمه كوره قوي 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 في التأكيد. كابتن حماده اسطوره. المذيع لما يبقى فاهم كوره بتفرق كتير جدا. كابتن حماده اسطوره في كل حاجه. فرحمه الله عليه طبعا. يعني يكفي ان هو جاب لنا حاجه. الجون ده طبعا فرق كمان ميدو في حياتي. يعني مش انا مش بقول لك على الجون ده. مين ده؟ احمد صالح. انت بتقول لي من اصعب المباراه اللي انت ما تنساهاش. يعني شوف دي كانت فرحتها ازاي. بس كانت انيمبا بطوله بتلعب ماتش بطوله. اما اكسب اهلي ولا اكسب زمالك ده امور عاديه. انما النهارده لما اكسب بطوله افريقيا كان شيء مؤسف جدا اللي احنا اوكي. احمد فتحي وهو صغير طبعا الجيل ده بقى فرقه ما تعوضش بصراحه. وبص عماد النحاس بص انا كنت فين. بص عماد النحاس كان فين يا جماعه. هو اللي لعب. بص الكره ده ميدو فين بقى. الحضري تصوير طبعا زمان. بص طب الجون ده ميدو لو متصور بره كان ايه اللي حصل. لا 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 كان جميل. معلش يا حضري. ايه حضري صعبان عليا. يلا يا رب. يلا ماشي نرجع لنا. هرجع يا شباب لحسن. يلا خلاص بقى يلا. عشان الجون ده ها جمهور الاهلي يزعل مني. ثاني بالراحه بقى. ها ايوه ابيض ثاني. الحمد لله نيتي بيضاء. اسمع كلامي. اسمع كلامي. ما هو اغلى هدف في مسيرتك الكرويه؟ هو ده. هو ده رجع تاني. طيب يبقى جول قدام الاهلي صح؟ طبعا هو ده طبعا. طيب جون فرق معايا. نلعب اخر واحد. ماشي يلا. بسم الله بسم الله. ايه ابيض يا ابني قلت لك والله يا ابني بترمي من 30 سنتي في حاجه. ده انا هاخد لك بقى اسود. معلش بقى معلش سودتها. مش هقدر العب ابيض كده صعب. يعني ان هي بيضه والله الحمد لله. من هو افضل مدير فني تدربت تحت قيادته في مسيرتك؟ هو ده صعب. ده اسود. ماشي هو طيب مالكم انتوا. هقول لك على حاجه. يعني بمناسبه المدربين طبعا رحمه الله عليه ابويا انا مش عايز انساه. الله يرحمه. لاني بقى له سنه يعني. فهو هو اللي اسسني. هو اللي اسسني الشخصيه. وطارق اخويا طبعا كان ليه فضل عليا. انما كمدربين بقى كابتن عادل ابو جريشه ده اللي علمني يعني ايه كوره وعلمني يعني ايه اقف ازاي والعب ازاي.
كابتن عادل ابو جريشه كابتن عادل. وبعد كده لما كبرت بقى مريت على مدربين كتير، انما يبقى كابتن حسن شحاته طبعا مدرب ليا وكل حاجه. ويكفيني تصريحه لما سالوه في 2008 من اللعيبه اللي موجوده اللي بتحسسك بنفسك، قال لهم حسن عبد ربه. فدي حاجه انا اعتز بيها لما حسن شحاته بقيمته يقول كده يقول كده عليا. ف طب على الله بقى، على الله بقى بعد كل ده ما تحطوش في على انت هتقعد بص مين اللي وراك ده؟ قول لي مين يا ده مدرسه الموهوبين ده عبد الله. تعرف ان انا كنت في مدرسه الموهوبين دي برضه؟ انت وجمال واليماني. اه بس انا قبليهم بقى، انا الدفعه اللي قبليهم. مين؟ طب قول لي مين اللي وراك دول؟ مفيش حد تعرفه؟ عبد الله سعيد كان معايا في المدرسه. فين ده؟ بس مش موجود في الصوره دي، في موجود في صور ثانيه. طيب طبعا دول طبعا يعني من زمينة. افضل الايام اللي عشتها طبعا. انا عارفك على فكره، كنا بنروح نبات فيها ساعات لما كنا مدرسه الموهوبين بتاعت القاهره، كنا ساعات بنروح فين بقى الكلام ده؟ ما هو برضو دي بقى الاكاديميه بقى. بصراحه دكتور عبد المنعم عماره كان سابق عصره طبعا، كان عامل حاجات يعني. لا بصراحه لا ده ما يتعوضش تاني يعني. لا بس دكتور عبد المنعم عماره كان بس والله العظيم للاسف دي الاكاديميه ميدو بقى، ده الاجيال الجديده يعني. اتمنى ان شاء الله يعني عندك طبعا يوم الخميس ان شاء الله فتح الفرع الثاني في اسماعيليه في النوم ماشي كويس، وناس كتير بتروح لك الحمد لله. مهم جدا يا جماعه ان الاجيال اللي جايه بقى لا مهم جدا تتربع. مهم جدا ان احنا اللعيبه بتعمل اكاديميات بتاعتها، بتحاول تعلم المدربين وتعلم لو بص اللبس وبص الحاجه يعني القيصر كان بص فرقان ده بقى، ده بقى عسل يعني. بص مش عايز اقول لك لعيب كوره ازاي وعامل ايه وبحبه النهارده. النهارده قبل ما اجي بتتواجد على طول؟ انا النهارده بقول لك كنت تعبان بس رحت. مش عايز اقول لك اول ما شافني الف سلام عليك، الف سلام عليك يا قيصر. كفايه دي بالدنيا كلها لما بتربي عيل على الانتماء والاخلاق والاحترام والكوره. طبعا سلتك. بشكر فريق العمل لاني لولاهم مش هتبقى الاكاديميه دي تستمر، فانا بشكرهم واحد واحد على المجهود اللي هم عاملينه. طيب نشوف تشكيل حسني عبد ربه. هو بيقول اللي هو اللعيبه اللي شافهم يعني طلعنا من ازمه كابتن حسن. خد بالك لا انا اقول لك على حاجه عشان النقطه دي ممكن في الناس طبعا كلنا زمايل وممكن ياخدوا على خاطرهم شويه يزعلوا ان هو بيتعشم ان انت كنت بتلعب معاه او شايف ان انت ما حدش هيزعل يا عم كل واحد بس اسمعني لا المشكله انا هتكلم على ال 11 اللي انا عاصرتهم في الملعب وشفتهم. طبعا اجيال كتير طبعا في الكره المصريه تستاهل ان هم يبقوا افضل برضو، بس انا بتكلم وجهه نظري اللي انا عصرتهم ولعبت معاهم في الملعب. ابدا على فكره المعلومة. على فكره امبارح الاسبوع ده كان مرور 100 عام على اول مباراه رسميه لمنتخب مصر، واحنا احتفلنا هنا في اوضه اللبس في وجود كابتن نادر السيد وكابتن فتحي مبروك. انا اول ماتش لعبته مع كابتن فتحي مبروك على فكره يعني من الذكريات الحلوه وعمري ما انساها. طيب ممكن اقف هنا بقى عشان نتكلم. طيب ماشي. هبدا طبعا بالسد العالي اللي ما فيش حد يختلف عليه، عصام الحضري السد العالي. هبدا بسم الله يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين كده اكيد. فردتي يعني ده طلعنا مع بعض وكل حاجه مع بعض. اتمنى له ان شاء الله كل التوفيق باذن الله في حياته. واكيد احمد فتحي، احمد فتحي الظهير الايمن تشكيل المثالي منتخب مصر حسني عبد ربه. طبعا انا من الناس اللي انا يعني عندي فكره بحب دايما العائل ورا اللي بتوقع وبيستلم ويبدا الهجمه. فاكيد لما هاجي ادور اكيد مريت على ناس كتير، عماد النحاس والناس دي كلها، بس هاني سعيد عقليته تختلف شويه، لعب بره كبير. فانا بحب بعدين خلي بالك يعني مستواه اتطور بشكل كبير جدا لما انا دربته فاعتزل. انا اول ما دربته اعتزل. فهنا اختار سلامنا لهاني، واحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر. بيقوم بدور جامد طبعا في بيراميدز في البوزيشن اللي هو ماسكه، اتمنى له كل التوفيق. علاقته كويسه باللعيبه هاني والناس كلها بتحبه طبعا. الصخره ده الروح القتاليه في الملعب برضه بيلعب كوره حلوه. ده وائل جمعه ما انا اخترت واحد يبقى عنده القرايه وواحد تاني اجريسيف شويه بيمسك بيطلع بكور العاليه. يعني وائل ما بيعرفش يلعب بس بيضرب يعني. لا انت عايز حبيبي ده حبيبنا وائل. وعندي هنا سيد معوض يعني من افضل الناس اللي انا بحبهم، ومش اللي بيوصل بيعمل اوفر وخلاص من بدري. كلام اسكى حاجه في سيد ان بيبص الاول وبعدين ما بيعملهاش وخلاص، بيشيلها كده ميدو. وانا كنت باجي من نص الملعب، ما هي دي كانت امن سعيد. انت تيجي من نص الملعب ساعات تلعب الكوره كده اهو، وروح سيد باصص هنا وما عاملها لك في حته فاضيه لوحدك. وحبيبك شوقي او حمص واقفين. انت ايه ما انت قصدي واقفين لما بتكمل في واحد لازم واقفين. لا بقول لك سيد معوض ماشي. وهنا ده بقى يعني محمد شاوي دوت ده اللي هيلم الليله دي كلها، وهيلم بقى المجموعه اللي انا لسه حاطها، لان هنا ده لازم يبقى حد يعني ما شاء الله عليه.
يعني شوقي من الناس اللي فرقت معايا في حياتي، وبقولها تاني وهقولها طبعا لان ده بالنسبه لي هو اللي فرق في مستوايا اللي انا بروحه. بعد ما راح الساحل كمان هو اتجه للساحل والتان والنضارات والكلاب اللي بيقعد معاه عندي. هنا الاسطوره، يعني لو هختار اسطوره تتقال عليها في النادي الاسماعيلي احتراما وخلقا ولعبا وكل حاجه، مش هلاقي احسن من محمد حمص. سلام على حمص. حمص لعيب كبير واخلاق عاليه. حمص ده يعني مش واخد حقه، ونفسي ان هو ياخد حقه. مش مؤدب بس قوي يعني. يعني ما هو للاسف ان في المؤدب ساعات ما بيمشيش في الزمن اللي احنا فيه ده. يلا عشان مالنا دي. طيب ماشي خلاص دي هنمشي. والله قعده حلوه معاك والله. طيب انا هنا اخترت ده بقى، يعني انا بعشقه ومن الناس اللي كان لازم يبقى مكانهم كده في العالم، مش في مصر. حازم امام. سلام يا زوم. حازم كابتن حازم حبيبي، يعني انا بعشقه وبحبه حبيبنا كلنا وكل حاجه. طيب هنا قلنا ابو تريكه طبعا. ريكا ابو حازم تريكه. حازم امام ابو تريكه. وهنا محمد صلاح. صلاح ما اقدرش انساه لانه طبعا يعني علامه لازم من علامات الكره المصريه، لازم موجود الفتره اللي فاتت طبعا. بحيي تريزيجيه برضه من خلالك، اللعيبه اللي انا بحبها، اللعيبه المجتهده، اللعيبه اللي ما بتبصش لاي حاجه وماشي مركز. في فرقه كويسه. اتمنى له كل التوفيق، بس انا بطلب منه حاجه، انه ما يسمعش لحد ولازم ياخد القرار الصح انه يفضل في الدوري الانجليزي، ما يبصش لامور ماليه بره في تركيا. لا لا يبقى ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. انا بحبك على المستوى الشخصي، ومن زمان اقول انت اللي بتفرق في المنتخب بشكل 100%. انت اكيد صلاح طبعا، بس انت لما بتبقى في حالتك انت اللي بتفرق كتير جدا في منتخب مصر. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. طبعا ده عشره العمر معايا من واحنا صغيرين، نقعد مع بعض في الاوضه، ف يعني حياتنا بقى كلها مع بعض. يعني عماد متعب، يعني انا بعشقه. متعب حبيبي، متعب الراس، ومتعب الناس لا كلها. لا متعب شخصيه جميله كل الناس بتحبه. يعني عمره ما نفسن على حد، ولا من الشخصيات الجميله اللي طبعا جات. كل الاحترام للباقي اللعيبه اللي مرت على تاريخ مصر. و دي لي انا بقى بس حسني عبد الرب، مش هتتصور جنبها كده وايه وهفضحك عشان اي حد ما حطيتوش هكلمك بكره. لا ما فيش حد هيزعل، هو الصقر بس اللي ممكن يزعل مني عشان هو حبيبي. تشكيل حسني عبد الرب والحضري، احمد فتحي، هاني سعيد، وائل جمعه، سيد معوض، شوقي وحمص، ابو تريكه وحازم امام ومحمد صلاح وعماد متعب مهاجم، في تشكيل حسني عبد الرب. وما ننساش حلم